الراديو 90-90 هواها مصر. وحوش اخترعتها الأم. أبو رجل مسلوخة. تخصصت الأمهات في استدعاء هذا الشخص للابن الذي يرفض شرب اللبن أو يرفض إكمال الواجب المدرسي، وكمان استدعاء هذا الكائن طريقة ناجحة تستخدمها الأم من أجل أن ينام الطفل قبل أن يأتي أبو رجل مسلوخة ويسلخ الطفل وهو على قيد الحياة. أوضة الفرن، أوضة سمع عنها معظم الأطفال لدرجة أن الكل كان متخيل أن مفيش بيت مفيهوش أوضة الفرن، وحتى في المدرسة في أوضة فرن، كل المدارس فيها أوضة فرن، كل البيوت فيها أوضة فرن، وما نعرفش بابها فين. والغرض من هذا المكان المرعب أن الطفل يبطل شقاوة ويسكت ويسمع كلام، وإلا مصيره سوف يكون أوضة الفرن. أمنا الغولة، هل تعلم معزة أمنا الغولة؟ معزتها عند الأم هي في نفس معزة أبو رجل مسلوخة، وفي أقوال بتقول إنها أم أبو رجل مسلوخة. أمنا الغولة اتجوزت وخلفت أبو رجل مسلوخة. أمنا الغولة بتظهر لأسباب مختلفة، يعني أمنا الغولة هتخطفك لو بعدت عن البيت، لو تأخرت بعد المدرسة، لو ما نمتش في معادك، أو سبت المذاكرة وفضلت تلعب، فأمنا الغولة هتيجي تنتقم لما حينما يتحول الأكل إلى وحش كأسر يعمل إيه؟ يجري وراك. من أغرب الخرافات التي شكلت وجدان الطفل إن مفيش أم ما قالتش كلمة الأكل هيجري وراك، هتبقى ماشي ويعيني الأكل بيجري وراك، الأكل اللي بتحبه وبتبقى بتطلبه أمك تقدر بمنتهى البساطة إنها تحوله لوحش تبدأ تخاف منه. ما سألتش نفسك سؤال؟ الأكل لما يجري وراك ويمسكك هيعمل فيك إيه؟ لكن هناك وحش كان ينتظر الجميع، هو الأكل اللي بتسيبه. بواقي الأكل تتحول إلى وحوش ضارية. وأخيراً الشمامة. لو ما غسلتش سنانك، لو ما غسلتش إيديك، لو ما غسلتش وشك، ولو ما غسلتش رجليك قبل ما تنام، الشمامة ستأتي فوراً. هتعمل إيه الشمامة؟ هتشمك. يا خبر السود، هتشمك؟ يعني إيه هتشمك؟ طب ما تشميني، إيه المشكلة؟ لا، شمت الشمامة غير شمت أي حد تاني. لو مسحتش بدري الشمامة هتيجي تشمك، وتفضل كسلان يا عيني طول اليوم، وهتصحى متأخر طول عمرك. والتحذير ده كان بيستخدم تحديدا في يوم شم النسيم بالذات، وفي ناس كبيرة فضلت مصدقة الموضوع زي حالاتي وبيدوروا على الشمامة. في طقس كده غريب بيقولك حط بصل على الشباك في يوم شم النسيم علشان الشمامة ما تجيش. من هي الشمامة؟ هي اختراع مصري، اختراع من الأم تهجم على الأطفال في حالة عدم اهتمامهم بالنظافة. فلتحترس من أبو رجل مسلوخة، ولتحترس من أوضة الفران، ولتحترس من أمنا الغولة، ولتحترس من بقايا الأكل اللي هيجري وراك، ولتحترس من العظيمة الشمامة.